بعد العمليه النتيجه امتى؟ نتيجه فوريه؟ لا، النتيجه النهائيه بتبقى بعد 6 أسابيع من العمليه. طيب خلال ال6 أسابيع دول بنمر بايه؟ رقم واحد، اول اسبوع بنسميه اسبوع الالم. الالم بتاعنا مش الم جراحي، لان زي ما احنا شفنا هي ما فيش جروح، هي اخرام صغيره جدا، فبيبقى الم كانه وجع كدمات، كان خبطه، لكن ما فيش الم جراحه. الاسبوع الثاني اسمه اسبوع التورم. احنا كلنا بنتخبط، في رد فعل طبيعي للجسم انه بيورم، فاحنا الورم بتاعنا بتاع عمليه شفط الدهون بيبقى في تاني اسبوع. تالت اسبوع بيحصل تحجر في كل المناطق اللي بنعمل فيها شفط، تحس ان في محجره، ده تتابع طبيعي وحاجه لازم نمر بيها في الاسبوع التالت. يبتدي من الاسبوع الرابع التورم والتحجر بينزلوا تدريجي خلال الاسبوع الرابع والخامس. في الاسبوع السادس بنبتدي نشوف 90% من النتيجه النهائيه. بعد الاسبوع السادس ما بيخلص بنقلع الكورسيه وتبقى هي دي النتيجه النهائيه.